اوسكار مجاب. وطبعا استاذنا استاذ الجميع استاذنا الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للصحافه اللي هو يعني بالنسبه لنا رمز مهم جدا بنتعلم منه طول الوقت باستمرار. الحقيقه اللي احنا قاعدين فيه النهارده ده جزء مهم جدا من مستقبل الصحافه الخاصه التصوري. انا دايما بقول في كل لقاءاتي مع الزملاء اذا كنا بنتكلم على التحدي الاخطر